جاب. مثل ما قال بنطلع عليكم مباشرة من استديوهات المدى في أربيل. برنامجنا مثل ما قالوا فكرته جديدة، فيه مشهد كوميدي تمثيلي، ومثل ما قلنا هذا المشهد بينطبق على مثل. بس شو هو المثل؟ أنتوا رح تتصلوا فينا وتقولوا لنا شو هو المثل اللي بينطبق على هذا المشهد. هلا بدي رحب بالفرقة الموسيقية، ما شاء الله مبسوطة اليوم كثير. وكمان مساء الخير على الحضور الحلو اللي معنا هون. هلا بدنا نروح نشوف المشهد وبنرجع مرة تانية مشان ناخد اتصالات. مثل ما قال. هاي شبيك ترجف؟ كأنك داخل امتحان. لا تخاف لا تخاف، اسند طولك وصير رجال. والله أني أفرح لك إذا قبلوك، حتى أني لو ما انقبلت. بريدة هادي وكلاسيكي مثل الزلم أيام زمان، ويكون يستحي وماشي راسك وصوت ما ينسمع له. ها شنو لابس أنت؟ ما تقول لي حبيب أمك قرآني، الله مفضل عليا، وحتى إذا ما حصل الوظيفة مو مشكلة. بس أنا أنقهر عليك، أنت شلون راح يصير وضعك؟ أنت شو راح تسوي؟ شلون تدبرها؟ وشنو هاي ملابسك؟ شو لابس أنت؟ ما تقول لي خير؟ شكو، إيش بيها ملابسي؟ حبيب أمك، ترى أنت بهاي ملابسك أبداً ما راح يقبلوك بهاي الوظيفة. فأني أقول شو تسوي؟ أنطيني ملابسك وأنطيك ملابسي. كلاسيكية كلش هاي ملابسك يا معود، انت تتدلل. ها ها هاك. والله انت اصيل وماكو منك اثنين، بس اكو شيء ما دافتهمه. انت غالي علي يا غالي. هسه اجا دورنا للمقابلة، تفضل. تفضل. ما شاء الله كانت عايزة التمات. بس اريد افتهم انتو شلون التميتوا على بعضكم؟ انت اكيد كنت مراسل حربي بزمن هتلر، وكنت تمشي ويا هيك لزق. شو اسمك باباتي؟ بعد امك شو اسمك؟ حدو. شنو؟ حدو. واضح حدو. وهذا اللوك، هذا اللوك الك؟ يستهات، توارثناه ابن عن جد، كلاسيكي. واضح واضح واضح، واكيد تعتزون به. يستهات استاذ، اني هذا كلش استاذ واستحي، وحتى راسي ما ارفع استاذ، وحتى صوتي ما ينسمع. واضح جدا واضح. وين الكلب وين الغزال؟ وانت مبين بعدك فحص بقريزك يا مدير بالله. شنو استاذ؟ لا هيك هيك، اسمك دلوح؟ لا، انا خدو، صديق حدو. خدو، صديق حدو. نعم استاذ. ما شاء الله، انت باكر تيجي تكمل اوراقك وتستلم الوظيفه. شكرا. وانا استاذ؟ انت ما نقدر نفرط بيك، انت كلك اصاله وتاريخ. بابا، اخذ بيدك وباقرب سله شمره هناك. تأمر استاذ. ما اريد هادئ وكلاسيكي مثل زلم ايام زمان، ويكون يستحي وما يشيل راسه وصوت ما ينسمع له. صوتي اني نسيت المثل اللي يقول
مثل ما قالت. أصيل لكان ما؟ عن جد أصيل، عامل لي حاله مسكين، تركت الغلاصة وهلا وقت الملعنة. أماني فرحانة هواية. بس والله مستاهل مستاهل آخر شيء، شو عمل فيك؟ هلا بدي أذكر المشاهدين يتصلوا فينا على الأرقام الظاهرة على الشاشة، لأنه كل يوم في عنا ثلاث جوائز، كل جائزة بقيمة 200 دولار مقدمة من شركة إنفينيتي، وكمان في سيارة، كسفوا من المسجات لأنه في سيارة مقدمة من شركة الصادق بآخر البرنامج. هلا في اتصال يمكن؟ مساء الخير. مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. كيفك تمام؟ العام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. شو الاسم؟ مذيعتنا الحلوه. الله يخلي لنا اياك يا رب. كيفك انت؟ شو اخبارك؟ تمام؟ الحمد لله الحمد لله، والله مشتاق لك كثير. تشتاق لك العافيه يا رب. شو الاسم؟ لورين حسين. لورين حسين من وين؟ لورين سمعتيني؟ ايه سامعتك سامعتك. من وين؟ من اربيل. يا اهلا وسهلا فيكي، شفتي للمشهد؟ ايش سامعك؟ صاير هيك معك قبل؟ الو لورين؟ يمكن انقطع الخط؟ طيب هلا بنروح لعند الفرقة الموسيقية مشان يسمعونا شي موسيقى حلوة لبين ما يكون الاتصال جاهز. كثير لكم. معنا اتصال جديد. مساء الخير. مساء الخير. الو مساء الخير، رمضان كريم علينا وعليك يا رب. كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله شكرا. تعيشين؟ مين معي؟ معك صهيب يشوع من اربيل. يا اهلا وسهلا فيك. امبارح كمان اتصلت فينا يمكن ما؟ نعم. صرت من أهل البيت يعني. يعني شوية صوت ما بدي أسمع زين. هلا منيح؟ عم تسمع صوتي؟ الحمد لله الحمد لله. عم بقول امبارح كمان اتصلت فينا، يعني صرت من أهل البيت هلا.
إيه يعني المثل اليوم؟ نعم. التمثيلية اليوم المقطع مو؟ إيه شفته عجبتك؟ إيه عجبتني هواية. طيب هلا فيك تقلي شو المثل اللي بينطبع على هذا المشهد؟ إيه يعني المشهد هو من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. طيب شكرا كثير على اتصالك، استنانا باخر الحلقه مشان تسمع المثل الصحيح وان شاء الله تكونوا الربحانين معنا، شكرا كثير. بدي اروح لعند الجمهور. مساء الخير. كيفك تمام؟ الحمد لله. مبسوط ببرنامجنا هلا وانت معنا؟ مبسوط. الحمد لله كثير منيح، شو الاسم؟ غيث. غيث؟ مال تعلي صوتك شوي؟ مو شغال؟ طيب احكي شوي احكي شوي. اسمك؟ انا عم بسمع ما بعرف مسموع الصوت. يا اهلا وسهلا فيك، من وين؟ من اربيل. طيب شو عم تشتغل؟ معناته يمكن الصوت مو مسموع، خلينا نظبطه وبرجع باخذ رايك بالمشهد. هلا معنا اتصال. الو مساء الخير. الو مساء الخير. يمكن كمان لورين نفس الصوت. معك اختي. معي. كيفك شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. كيفك انت؟ منيحه تمام. شاشتنا. تسلمي لي يا رب تسلمي لي. شو رايك بالبرنامج؟ الو لورين، شو رايك بالبرنامج تبعنا؟ والله برنامجك دائما منور وبياخذ العقل. الله يخلي لنا اياك يا رب. شفتي التمثيليه ما؟ ايه شفت. طيب صاير معك هيك شيء قبل؟ والله ما بعرف وما بتذكر، بس انه خلص عرفت يعني. ايه معناته هاتي وفرتي علي مساعده. كيف؟ عم اقول هاتي المثل. شو المثل؟ بتوقع انه من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. يا رب تكوني من الربحانين معنا باخر الحلقة، استني لاخر الحلقة مشان تسمعي المثل الصحيح. وهلا بدنا نروح فاصل وبنرجع مرة ثانية مشان نريح شوي. مشاهدينا على الأرقام الظاهرة على الشاشة، كل يوم في عنا ثلاث جوائز وقيمة كل جائزة 200 دولار مقدمة من شركة إنفينيتي، وكمان في سيارة بآخر البرنامج. لا تنسوا تبعتوا لنا مسجات بالمثل الصحيح، وهالسيارة مقدمة من شركة الصادق. هلا قبل ما أروح شوف المشهد بدي أروح اسمع نكتة. فاجأت. يلا. قلت أنا وحدة مرة طالعة بالبيت. ايه. ضايجة وصافنة. اجت عليها جارتها. قالت لها مو فلان ايش بيك يا معود؟ شو صافنة؟ قالت لها لا مو زوجي هسه طلع قبل شوية. قلت له روح جيب بامية ودعمت السيارة ومات خطية. قالت له ايه وش راح اسوي نسى؟ قالت له راح اسوي بامية وهذا شو اسوي؟
تأثرت أبدا. بدنا نروح نشوف المشهد ولا أخذ اتصال أول شيء؟ بدنا نروح نشوف المشهد وبنرجع مرة تانية مشان أخذ اتصالاتكم. مثل ما قال هاي شبيك ترجف؟ كأنك داخل امتحان. لا تخاف لا تخاف، اسند طولك وصير رجال. والله اني افرح لك اذا قبلوك، حتى اني لو ما انقبلت. بريده هادي وكلاسيكي مثل الزلف يا جماعه، ويكون يستحي وماشي راسه وصوت ما ينسمع له. هاي شنوش لابس انت؟ ما تقول لي حبيب امك، ترى اني الله مفضل علي، وحتى اذا ما حصل الوظيفه مو مشكله، بس اني انقهر عليك. انت شلون راح يصير وضعك؟ انت ايش راح تسوي؟ شلون تدبرها؟ وشنو هاي ملابسك؟ ايش لابس انت؟ ما تقول لي خير؟ شكو ايش بيها ملابسي؟ حبيب امك، ترى انت بهاي ملابسك ابدا ما راح يقبلوك بهاي الوظيفه. فاني اقول شو تسوي؟ انطيني ملابسك وانطيك ملابسي، كلاسيكية كلش هاي ملابسك. يا معود انت تتدلل. ها ها هاك. والله انت اصيل وماكو منك اثنين. بس اكو شيء ما دافتهمه. انت غالي علي يا غالي. هسه اجى دورنا للمقابلة، تفضل. تفضل. كانت عايزة التمات. بس اريد افتهم انتو شلون التميتوا على بعضكم؟ انت اكيد كنت مراسل حربي بزمن هتلر، وكنت تمشي ويا هيك لزق. شو اسمك باباتي؟ بعد امك شو اسمك؟ حدو. شنو؟ حدو. واضح حدو. وهذا اللوك، هذا اللوك الك؟ يستهات، توارثناه ابا عن جد، كلاسيكي. واضح واضح واضح، واكيد واكيد تعتزون به. اي استاذ، استاذ اني هذا كلش استاذ، واستحي وحتى راسي ما ارفع استاذ، وحتى صوتي ما يسمع. واضح جدا واضح. وين الكلب؟ وين الغزال؟ وانت مبين بعدك فحص بقريزك يا مدير بالله. شنو استاذ؟ لا هيك هيك، اسمك دلوح؟ لا، انا خدو، صديق حدو. خدو، صديق حدو. نعم استاذ. ما شاء الله، انت باكر تيجي تكمل اوراقك وتستلم الوظيفه. شكرا. واني استاذ؟ انت ما نقدر نفرط بيك، انت كلك اصاله وتاريخ. بابا اخذه بيدك وباقرب سله شمره هناك. تأمر استاذ. ما اريده هادئ وكلاسيكي مثل زلم ايام زمان، ويكون يستحي وما يشيل راسه وصوت ما ينسمع له. سوتشي اني نسيت المثل اللي يقول مثل ما قال. اسمع من خده خليك رجال لا تخاف. معي اتصال جديد. الو الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك؟ منيح؟ الله يخليك ومنيحين. حياتي. شو رايك ببرنامجنا؟ عاجبك؟ الله يخليك. نعم منيح كثير. شفته للمشهد؟ عندكم المثل؟ عم قول شفت المشهد اللي طلع قبل شوي؟ المثل اعتقد يعني من حفر حفرة الأخي وقع فيها. دغري المثل، خلينا ندردش شوي. نعم. طيب بتمنى تكونوا الربحانين معنا بآخر
الحلقة، اسمعي الجواب الصح منه. شكرا كثير. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. وهلا مشاهدينا اتصلوا فينا على الارقام الظاهره على الشاشه، لانه كل يوم في عنا 3 جوائز، قيمه كل جائزه 200 دولار، وهالجوائز مقدمه من شركه انفينيتي، وكمان في سياره باخر البرنامج كسفوا من المسجات، وهي السياره مقدمه من شركه الصادق اللي هي الوكيل الرسمي لمجموعه من السيارات، منها سوزوكي يابانيه وضمان 3 سنوات، والمراكز متواجده بكل محافظات العراق، وكمان مواصفات عاليه. وهلا الو الو، مساء الخير. اوكي مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير، رمضان كريم علينا وعليك يا رب. شو الاسم؟ علي. علي، علي محمد من بغداد. يا اهلا وسهلا فيك علي، مبسوط معنا وانت عم تحكي معنا، ومبسوط بالبرنامج؟ ايه، البارحة حكيت معكم اليوم وماتين صديق البرنامج. طيب يا هلا وسهلا فيك، ان شاء الله كل يوم تتصل فينا. شفت التمثيلية اللي طلعت قبل شوي؟ ايه تابعتها، تابعتها المقطع، حلو. ايه منيح كثير، عجبتك يعني؟ ايه عجبتني. من طيب، حفرة لأخي وقع فيها. وانت حافر شي حفرة لحدا؟ زمانك يعني. شكرا كثير على اتصالك. اهلا وسهلا. وهلا بدنا نتحمس شوي قبل ما اروح لعند الفرقه، بدي اخذ اتصال جديد معناته. الو مساء الخير. مساء الخير. مساء النور، اهلا. كيفك؟ تمام الحمد لله، انت كيفك؟ منيحه تمام الحمد لله. مشتاقه لهالصوت. تسلمي، الله يخليك. شو الاسم؟ اسمي حنين ماجد. من وين؟ من أربية. يا اهلا وسهلا فيكي. شفتي التمثيليه اللي طلعت قبل شوي؟ عفوا، شفتي التمثيليه اللي طلعت قبل شوي؟ المشهد شفتيه؟ شفتها. ايه وعجبك؟ ايه حلو. عامله هيك شيء بحدا مثلا قبل؟ لا. ابدا. طيوبه مسكينه. طيب شو المثل؟ من حفر حفرة لأخي وقع فيها. الكل نفس الجواب عم تاخذوا من بعض. شكرا كثير على اتصالك. وهلا بدي اروح لعند الفرقة الموسيقية، سمعونا شي نتحمس. معلش تسمعونا زقفة زقفة ولا ما في مجال اليوم؟ تفضلوا. نضل متحمسين لاخر البرنامج. بدي اخذ واحد من الجمهور، عم تستنى من زمان. ما المايك جاهز بتوقع؟ ما مساء الخير. مساء النور. جاهز؟ ايه هلا عم نسمع الصوت. زين كيفك؟ تمام الحمد لله. انت كيف تعذبت وانت عم تستنى؟ ايه هو. عجبك البرنامج اول شيء؟ كلش حلو. شو الاسم؟ غيث صليوه. يا اهلا وسهلا فيك. شفت التمثيلية؟ اكيد اكيد. عم تضحك مبتسم، معناته عرفت المثل. من اول بس ما تاخذ لي اتصالات كمان. هو نفسه. غير شوي. طيب كمان نفسه.
كمان نفسه. طيب من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. إن شاء الله تكون من الربحانين معنا، بس مو بآخر الحلقة هاي، بسيارة بآخر البرنامج إن شاء الله يعني. طيب وهلأ بدنا نروح فاصل ونرجع مرة تانية مشان نكمل معكم. فينا على الأرقام الظاهرة على الشاشة، لأنه كل يوم في أنا ثلاث جوائز وقيمة كل جائزة 200 دولار مقدمة من شركة إنفينيتي، وكمان في سيارة بآخر البرنامج. بعثوا لنا مسجات بالمثل الصحيح مشان تربحوا سيارة المقدمة من مجموعة الصادق، وكل ما بعثتوا أكثر رح تربحوا أكثر. وهلا بدي روح لعند الحضور مرة ثانية وبدي آخذ واحد. مساء الخير. المايك ايوه كيفك؟ تمام الحمد لله زين. انت انا خليني اوقف شوي مشان اخذ راحتي. براحتك. ايه شفت التمثيل يا ما؟ ايه شفتك. عجبتك؟ اكيد. ايه في ابتسامه. وما تقلي نفس المثل، غير شوي. لا هو هذا المثل يعني اللي ينطبق على المشهد. اه معناته عم تغشش المشاهدين هلا، عم تقلهم هذا هو المثل. لا كلهم اكيد يعرفوا. طيب قلي شو المثل مشان بس يسمعوا. من حفر حفرة يا اخي وقع فيها. طيب بتمنى تكون من الربحانين معنا باخر الحلقه. شكرا. وهلا بدي اخذ اتصال جديد. مساء الخير. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ منيح؟ جميل. علينا وعليك يا رب. شو الاسم؟ علي. علي ماهر من اربيل. يا اهلا وسهلا فيك علي من اربيل. شفت التمثيليه؟ اي نعم شفتك. طيب شو رايك بالتمثيليه وبالبرنامج اثنيناتهم سوا؟ الو عم اقول عجبتك التمثيليه؟ اي كلش حلوه. طيب عجبك البرنامج؟ برنامج بعد اروع. طيب شكرا كثير. طيب هات لقلي شو المثل؟ اعتقد من حفر حفرة اللي اخيه وقع فيها. وانت حافر شي حفرة لحدا؟ بيني وبينك يعني. نعم؟ ما حدا عم يسمعنا. بيني وبينك انت حافر شي حفرة لحدا قبل؟ والله ما بدي اسمع الصوت يعني شوي تعبان. طيب ماشي، بتمنى تكون من الربحانين معنا باخر الحلقة. شكرا كثير على اتصالك. بدي اخذ اتصال جديد. ما في اتصال هلا، معناته على الفرقة دغري. We'll be right back.
بتجنن اليوم، يعني كل يوم بتجنن بس اليوم أكثر، والدليل إنه المشاهدين ما شاء الله الجمهور متحمسين كتير اليوم. وهلأ ألو، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام، كيفك أنت؟ منيحة تمام، مشتاقة لهالصوت كتير. رمضان كريم عليك وعلينا. علينا وعليك يا رب. مين معي؟ تغريد حسين. تغريد حسين، يا أهلا وسهلا فيك تغريد. شو هالاسم عن جد غريب، يعني حلو كتير، رنان. شكرا على عينك الحلوين. تسلمي لي يا رب. شفتي التمثيلية؟ ايه شفتها. عجبتك ما؟ ايه عجبتني، حلوة كتير. طيب قبل التمثيلية، قبل ما تقولي لي شو المثل، أنا نسيت أسألك من وين حضرتك؟ أنا من هون من أربيل. يا أهلا وسهلا فيك بكل أهل أربيل. هلا بقى قولي لي شو المثل؟ من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. عم تاخذوا من بعض ما؟ ايه عم غش. الكل نفس المثل اليوم، ما حدا غير أبدا. طيب بتمنى تكوني من الربحانين معنا بآخر الحلقة. شكرا على اتصالك. شكرا. وهلا بدي روح لعند حمدو، اشتقنا لنكتك. جاب دزينة معك مثل ما قلت لك مبارح. طيب هات حضرتكم ابو ذية صديقي كريم، بس قبل ما اقول لابو ذية، شنو متفقين لابسين احمر انتوا؟ يعني انا لبست احمر. هلا انا بعيده شوي بس انتوا الاثنين شو القصه يعني؟ انا من امبارح متفق على البس هذا. يعني انت بالمشهد ما بتطيقه، غريبه لابسين نفس الالوان متفقين؟ هو ملاحقني ورايا. يا سبحان الله، راح اقول ابو ذية حاله بقى مل منك. ابو ذية صديقي كريم، حرام عليك والله مسكين. اوكي طيب هات بس يعني ما راح اقعد يومه. تفضل هات. فيقول كريم بيدك تسد الباب، بيدك تفتحه، بيدك تفتح الباب، بيدك تسده. مجنن عن جد، يسلم ايديك. قبل بدنا قبل ما نروح المشهد نذكر المشاهدين اتصلوا على الارقام الظاهره على الشاشه، وهلا بدنا نروح نشوف المشهد وبنرجع مره ثانيه مشان نكمل الاتصالات. مثل ما قال هاي شبيك ترجف؟ كأنك داخل امتحان. لا تخاف لا تخاف، اسند طولك وصير رجال. والله أني أفرح لك إذا قبلوك، حتى أني لو ما انقبلت. فريدة هادي وكلاسيكي مثل التلفزيون يا جماعة، ويكون يستحي وماشي راسك وصوت ما ينسمع لك. ها شنو لابس انت؟ ما تقول لي حبيب امك. ترى اني الله مفضل علي، وحتى اذا ما حصل الوظيفه مو مشكله، بس اني انقهر عليك. انت شلون راح يصير وضعك؟ انت ايش راح تسوي؟ شلون تدبرها؟ وشنو هاي ملابسك؟ ايش لابس انت؟ ما تقول لي خير؟ شكو ايش بيها ملابسي؟ حبيب امك، ترى انت بهاي ملابسك ابدا ما راح يقبلوك بهاي الوظيفه. فاني اقول شو تسوي؟ انطيني ملابسك وانطيك ملابسي، كلاسيكيه كلش هاي ملابسك. يا معود انت تتدلل. ها هاك. والله انت اصيل وماكو منك اثنين. بس اكو شيء ما داف تهمه. انت غالي علي غالي. هسه اجى دورنا للمقابله، تفضل. تفضل. ما شاء الله كانت عايزه التمت. بس اريد افتهم انتوا شلون التميتوا على بعضكم؟ انت اكيد كنت مراسل حربي بزمن هتلر، وكنت تمشي ويا هيك لزق. شو اسمك باباتي؟ بعد امك شو اسمك؟ حدو. شنو؟ حدو. واضح حدو. وهذا اللوك، هذا اللوك إلك؟ يستهات، توارثناه أبن عن جد، كلاسيكي. واضح واضح واضح، وأكيد تعتزون به. يستهات استهات، أنا
اني هادئ كلش استاذ واستحي وحتى راسي ما ارفع استاذ وحتى صوتي ما ينسمع. واضح جدا واضح. وين الكلب وين الغزال؟ او وانت مبين بعدك فحص بقريزك يا مدير بالله. شنو استاذ؟ لا هيك هيك اسمك دلوع؟ لا انا خدو صديق حدو. خدو صديق حدو؟ نعم استاذ. ما شاء الله. انت باكر تيجي تكمل اوراقك وتستلم الوظيفه. هو انا استاذ انت ما نقدر نفرط بيك، انت كلك اصاله وتاريخ. بابا اخذ بيدك وباقرب سله شمر هناك. تأمر استاذ. ما اريد هادئ وكلاسيكي مثل زلم ايام زمان ويكون يستحي وما يشيل راسه وصوت ما ينسمع له. صوتي اني نسيت المثل اللي يقول مثل ما قال. قبل ما اخذ اتصال بس بدي اساله، انت عادي عندك تغير اواعيك وين ما كنت؟ بالشارع بالمكتب؟ يعني بس خده يا حرام مسكين علمته دغري. مو انا خليته يسوي دغري، سحب التيشيرت وشلح عادي. ضحكت عليه شوي. مساء الخير. مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الخير. كيفك شو اخبارك؟ منيحة كيفك انت؟ اليوم كلهم بنات، انا مبسوطة. شو الاسم؟ انا جمانة سلمان. جمانة من وين؟ من اربيل. يا اهلا وسهلا فيكي جمانة، شفتي التمثيلية؟ شفتي التمثيلية اللي طلعت قبل شوي؟ ايه شفتها وكثير حلوة. منيح كثير عجبتك يعني؟ ايه طبعا. شوفي انا لهلا عم بضحك على التمثيليه. بتضحك كثير. طيب قولي لي شو المثل اللي بينطبع على هذا المشهد؟ من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. كمان نفس المثل. انا متضايقه، بلشت اتضايق، الكل نفس المثل. يعني يا باخر الحلقه يا الكل ربحان يا الكل خسران. شكرا كثير على اتصالك. شكرا. وهلا بدي اخذ واحد كمان من الحضور. مساء الخير. بس خذ المايك مشان اسمع صوتك منيح. مساء النور. كيفك شو اخبارك؟ والله زين الحمد لله. انت شو مبسوط بالبرنامج؟ والله مبسوط. ايه منيح كثير. شو عم تشتغل حضرتك؟ والله سايق مخده. منتسب. طيب شفت التمثيل ياما؟ طبعا. عجبتك؟ نعم. رح تقلي دغري انا بدك تقلي دغري المثل؟ لا خلينا ندردش شويه. طيب هات لشوف. احب اقول رمضان كريم على شعب العراق الكريم بحلول هذا الشهر الكريم. علينا وعليك يا رب. ايه وشو كمان حابب تحكي لي؟ بتعرف بالنكت مثل حده؟ ها حافظ شي نكته؟ لا 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 ابدا. طيب صاير معك هيك موقف قبل؟ ايه ولا ايه ولا ايه ولا. انت ملعون مبين عليك. قولي شو المثل؟ من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. بعرف اخذت من اللي وراك. لا 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 حفظها. طيب بتمنى تكون ربحان معنا من اخر الحلقة. وهلا معنا اتصال جديد. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ كمان بنوتة حلوة. تمام الحمد لله. انت شلونك؟ منيحة تمام الحمد لله. شو الاسم؟ ورمضان كريم عليكم. علينا وعليك يا رب. شو الاسم؟ كادر مدى. تسلمي لي يا رب. شو الاسم؟ ديما صلاح من بغداد. يا اهلا وسهلا فيكي ديما من بغداد. شفتي المشهد اللي طلع قبل شوي؟ شلون؟
شفت المشهد اللي طلع قبل شوي؟ اي شفته وجدا سهل. سهل كثير. يعني انت تذكرتي الموقف ولا اخذتي من غيرك؟ بس على فكره اسمي ديما بالدال. ديما. ديما. انا خربطت اول شيء؟ انا ما انتبهت. يمكن بالاسم مخربطين. لا ديما، انا متذكره الديما. اوكي عادي. يا اهلا وسهلا فيكي ديما. ما قلتي لي شو المثل؟ بالنسبه للمثل بالفيديو مو؟ نعم؟ قصدك المثل اللي طلع بالفيديو؟ لا، المثل اللي بينطبق على المشهد اللي شفتيه قبل شوي. اي اكيد، من حفر حفره لاخيه وقع فيها. صاير معك معناته قبل. يعني ما اخذتي من غيرك. شلون؟ ما اخذتي من غيرك، عم اقول انت تذكرتي لحالك. لمين؟ هاي هي سهله الاصلا الفيديو. طيب شكرا كثير على اتصالك. وهلا بدنا نروح فاصل وبنرجع مره ثانيه مشان نكمل هالحلقه الحلوه. مثل ما قال مشاهدين على الأرقام الظاهرة على الشاشة، لأنه في كل يوم 3 جوائز مقدمة من شركة إنفينيتي وقيمة كل جائزة 200 دولار، وكمان في سيارة بآخر البرنامج. كسفوا مسجاتكم بالمثل الصحيح، هي السيارة مقدمة من مجموعة الصادق. بس قبل ما أخذ قبل ما أروح لعند الحضور بدي أسأل بالفاصل، هلأ سمعت صوت زلغوطة، مين كان بيزلغط؟ نعم. أنت؟ بدك تزلغط هلأ؟ تلي لي 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 تلي لي 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 بس كيف حافظه؟ انا صعب علي كثير، يعني متعود، مع اني بنت يعني متعود عليها. بس برافو عليك، بس هي ما بيها غش. بتجنن الزلغوطه. هلا بدي اخذ اتصال. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ منيح؟ ان شاء الله منيح اذا انت منيح. شكرا كثير. سمعت الزلغوطه؟ نعم سمعت الزلغوطه. شنو عفوا؟ بتسموه يمكن هلاهل؟ عفوا بس ممكن تعيدين؟ عم اقول سمعت الهلاهل اسمه؟ سمعت الهلاهل قبل شوي؟ لا لا. عجبتك؟ الو شفت المشهد اللي طلع قبل شوي؟ يمكن الصوت عم بيقطش شوي. الو سامعني؟ انقطع الاتصال. بدي اروح لعند الحضور هلا. وعد ما انه المايك معك معناته سمعنا نكته. اوكي صار. ما صوته عم يطلع لانه أوكي. معه يقول اثنين كذابين قاعدين بقهوه مثل هذولاك مال البارحه. فواحد قال له والله اني انا جماعتك كلهم كذابين. جماعتك كذابين. هو استغلالي وهم كذابين. فواحد منهم قال تعرف اني قبل فترة أبويا يعني من زمان أبويا وقع بالمي. العفو ساعة مال أبويا وقعت بالمي 10 سنين وطلعناها من المي تشتغل مثل ما هي. تشتغل الساعة يا أمي على الفيديو. قالوا غريبة.
قال له بس تعرف اني هم قبل فتره صار لي موقف، ابويا نفسه وقع بالمي 10 سنين وطلع عادي، ايه طلع حي ما عنده شيء. سبحان الله شو هذا. قال له اوكي سالت ابوك ما غرق مو مشكله، بس كان يسوي جوا المي؟ قال له كان ينصب ساعه ابوك. وهلا بدنا نروح نشوف المشهد كامل يعني مع المثل الصحيح. مثل ما قال هاي شبيك ترجف كأنك داخل امتحان. لا تخاف لا تخاف، اسند طولك وصير رجال. والله أني أفرح لك إذا قبلوك، حتى أني لو ما انقبلت. فريدة هادي وكلاسيكي مثل التلفزيون يا جماعة، ويكون يستحي وماشي راسه وصوت ما ينسمع له. ها شنو ايش لابس انت؟ ما تقول لي حبيب امك قرآني الله مفضل علي، وحتى اذا ما حصل الوظيفه مو مشكله، بس انا انقهر عليك. انت شلون راح يصير وضعك؟ انت ايش راح تسوي؟ شلون تدبرها؟ وشنو هاي ملابسك؟ ايش لابس انت؟ ما تقول لي خير شكو ايش بيها ملابسي؟ حبيب امك ترى انت بهاي ملابسك ابدا ما راح يقبلوك بهاي الوظيفه. فاني اقول شو تسوي؟ انطيني ملابسك وانطيك ملابسي، كلاسيكيه كلش هاي ملابسك. يا معود انت تتدلل. ها هاك. والله انت اصيل وماكو منك اثنين، بس اكو شيء ما دافتهمه. انت غالي علي يا غالي. هسه اجى دورنا للمقابله، تفضل. تفضل. ما شاء الله كانت عايزه التمت، بس اريد افتهم انتوا شلون التميتوا على بعضكم؟ انت اكيد كنت مراسل حربي بزمن هتلر وكنت تمشي ويا هيك لزق. شو اسمك باباتي؟ بعد امك شو اسمك؟ حدو. شنو؟ حدو. واضح واضح حدو. وهذا اللوك، هذا اللوك إلك؟ إيست هات توارثناه أبن عن جد، كلاسيكي. واضح واضح واضح، وأكيد وأكيد تعتزون به. إيست هات أستاذ، أني هذا كلش أستاذ وأستحي، وحتى راسي ما أرفع أستاذ، وحتى صوتي ما ينسمع. واضح جدا واضح. وين الكلب وين الغزال؟ وأنت مبين بعدك فحص بقريزك يا مدير بالله. شنو استاذ؟ لا هيك هيك، اسمك دلوح؟ لا انا خدو صديق حدو. خدو صديق حدو؟ نعم استاذ. ما شاء الله، انت باكر تيجي تكمل اوراقك وتستلم الوظيفه. وانا استاذ؟ انت ما نقدر نفرط بيك، انت كلك اصاله وتاريخ. بابا اخذ بيدك وبأقرب سلة شمرة هناك. تأمر استاذ. ما أريده هادئ وكلاسيكي مثل زلم أيام زمان، ويكون يستحي وما يشيل راسه وصوت ما ينسمع له. سوتشي آني نسيت المثل اللي يقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. مثل ما قال. سمعتوا الجواب الصح هلا؟ يعني الكل ربحانين معنا اليوم، بس الحضور عم يحسدني على بس لانه عم بسحب من هون، فمشان هيك رح خليهم يسحبوا بس على السريع. كمان ان شاء الله اللي يفوز يدعيلي. لا انت، لا انت ملاوين كثير. حنين ماجد الف مبروك حنين. حنين ماجد. وكمان الرابح الثاني ديما صلاح.
ربحانة معنا. وآخر اسم علي ماهر، إن شاء الله ألف مبروك، تتحنوا بالجوائز، ألف ألف مبروك. نحن وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم، بشوفكم بكرة بنفس التوقيت وبنفس المكان. باي باي، شكرا كثير لكم، شكرا. مثل ما قال.